العالمين نبدأ على بركة الله. المحاضرة الأولى في مادة أصول الفقه في المرحلة الرابعة، وتعاد عنوان مرحلة أو مفاهيم الأصول العملية. اليوم محاضرتنا هو حول مفهوم الأصول العملية وتطور هذا المصطلح. في بادئ ذي بدء، طبعا هذه المحاضرة إن شاء الله تجدوها على صفحة التليجرام، والحاضر يبلغ الغائب، يعني توزع هذه المحاضرة إن شاء الله على الجروبات فيما بعضكم، ونبدأ على بركة الله. إذن مبحث الأول يتناول مفهوم وتطور وتقسيم الأصول العملية. اليوم إحنا راح نركز على مفهوم وتطور الأصول العملية. أولا المطلب الأول هو مفهوم الأصول العملية. حتى نعرج على هذا المطلب، إذن لابد لنا قبل كل شيء أن نحدد تعريف الأصول في اللغة وكذلك في الإصطلاح. الأصول كما تعلمون، وقد درستم هذا في المرحلة الثانية، في المرحلة الثانية لعله، أو في المرحلة الأولى في تعريفات عن الأصول. قال الفراهيدي أن الأصل هو أسفل كل شيء. ابن فارس يقول أنه هذا يدل على ثلاثة أصول متباعدة بعضها من بعض، أحد هذه الأصول هو أساس الشيء، وكذلك يراد به أصالة الشيء، فيقال رجل أصيل، وبمعنى له رأي أصيل أو له أصل. نعم، أدنى أيضا نعرج أن الأصل كما يقول الراغب هو أصل الشيء الذي لو توهمت مرتفعا لارتفع بارتفاعها سائره، ومن هذا قوله تعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالأصل هو لفظ عام في المباني، أي في كل ما يبنى عليه شيء، سواء كان هذا الأمر يتعلق إما في الحسيات أو في المعنويات. ففي الحسيات مثاله كبناء الجدار على الأساس، وفي المعنويات كما يقال بناء المسائل الجزئية على القواعد الكلية وهو مقتضى عرف كله. يعني أنا اليوم عندي إذا أرد أستنبط في القضية أو في واقع معين، لابد من الرجوع إلى القواعد الكلية، والقواعد الكلية لعلها تكون إما أصول اجتهادية أو أصول عملية. هذا فيما يتعلق بالأصل في تعريف اللغة. الآن عرج هو حول الأصل في صلاح الفقهاء والأصوليين. الأصوليين في تحديد الأصل اختلفوا على الأقوال. الرازي كما يقول بأن الأصل هو المحتاج إليه، لا نحتاج إلى هذا. الأسنوي حدد كم معنى، أربع معاني. المعنى الأول هو الدليل كقولهم أصل هذه المسألة ماذا؟ الكتاب والسنة. يعني أي مسألة شرعية لا بد حتى نحدد هذا الأصل، فمعنى أصل هنا الدليل، كتاب، سنة، إجماع، عقيدة إلى آخره. ومنها أيضا نقول أصول الفقه أي أدلته. المعنى الثاني الذي ذهب إليه الأسنوي هو الرجحان كقولهم ماذا؟ الأصل في الكلام الحقيقة أي الراجح عند السماع لسانه والحقيقة للمجاز. يعني إذا مفهومين لن نحدد أن هذا المفهوم يراد به الحقيقة أو المجاز، نقول الأصل هو لدى السامع الحقيقة. المعنى الآخر الثالث يعبر عنه القاعدة المستمرة كقولهم ماذا في هذا المثال، يعني إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، بمعنى أنه تناول ميتة بالعنوان الأولي محرم، لكن في حالة الضرورة في حالة الاضطرار لا يجوز له بناء على القاعدة والتي تسمى الأصل، هو خلاف الأصل، يعني عدم تناول الميتة للإنسان في وضع طبيعي. أما بالنسبة للمضطر فتناول هذا خلاف الأصل. الأصل ماذا هو؟ عدم تناول الميتة لغير المضطر، أما المضطر فهو على خلاف الأصل. المعنى الرابع هو الصورة المقيسة عليها على اختلاف المذكور في القياس في تفسير الأصل. تعلم من أركان القياس أن الصورة المقيسة عليه اللي هو الأصل، أن الفرع من العلة، أن الحرمة. فإذا بنقيس الفرع اللي هو النبيذ على الأصل اللي يعبر عن الصورة المقيس عليها هو الخمر، يشتركان في علة اللي هي علة الإسكار، ينشأ من تلك من ذلك ينشأ ماذا؟ ينشأ مفهوم الحرمة. الشهيد الأول اللي هو محمد مكي العاملي وفاة 786 قدس سرون الإمامية أراد أن يضيف إلى المعاني المتقدمة معنى الاستصحاب، وماذا ومثاله ماذا يقول؟ فيما لو اختلف البائع والمشتري في تغير المبيع، وهو مما يحتمل غيره، فالأصل ماذا؟ عدم التغير بعد وصحة البيع.
هذا فيما ذهب إليه الشهيد الأول. إذن الأصل يعم مطلق الوسائل العقلائية والشرعية التي يمكن الوصول ببساطتها إلى النتيجة الشرعية، ووسائل معرفة عندنا الأخبار المتواترة، عندنا أحكام عقلية، عندنا قطعية، وكذلك عندنا الأمارات الظنية المعتبرة والأصول العملية، سواء كانت أصول عملية شرعية وعقلية، كل هذه بمن مشمولة بتحديد الأصل بلحاظ هذا المعنى. إذن التعريف الإجمالي للأصول العملية هي ماذا؟ هي أدلة عملية لا تحرز الحكم الشرعي. لأن إحنا كيف نحرز الحكم الشرعي؟ نحرزه بالمرحلة الأولى عبر عنها شنو؟ الأدلة الاجتهادية. ما هي الأدلة الاجتهادية؟ هي الكتاب والسنة والإجماع والعقل، هذه الأدلة اللي تعبر عن الحكم الواقعي، الحكم الشرعي الواقعي. فهنا الأصل العملي لا يحدد هذا الحكم الشرعي الواقعي، وإنما ماذا ينصرف؟ يحدد الحكم الشرعي شنو؟ المجهول. يعني مثلا في قضية التدخين، التدخين أنا أبحث عن من؟ عن الحكم الشرعي أو الأدلة الاجتهادية، لقيت في الكتاب ما بها ونمت، ما كل موقف وين تحول؟ حول السنة، فحصت في السنة، لم أجد حول من الإجماع، فحصت في الإجماع، لم أثر في الإجماع، حول من هذه العقل. فحينئذ يكون المكلف أو الفقيه إذا تعذر معرفة الحكم الشرعي في الأدلة الاجتهادية، حينئذ يكون موقفه العملي، سلوكه العملي، الموقف العملي شنو يقتضي؟ إما شنو الفعل أو الترك، إما يترك التدخين أو يفعله. لكن الموقف العملي تجاه مشكوك الحرمة من هو؟ ما بقى يطلق على التدخين. التدخين أنا ما وجدت، ما أثرت على أي دليل، سواء كان الكتاب في السنة في الإجماع في العقيدة، حينئذ يكون تكليفي أنا كمكلف أو كالفقيه يحدد سلوكه، يحدد موقفه إذا هذا الحكم الشرعي المجهول. فإذا إذا كان هذا التدخين مشكوك الحرمة، حينئذ تكون وظيفة الموقف العملي شنو؟ أصالة البراءة. أصالة البراءة أو البراءة الشرعية عبر عنها هي الوظيفة الشرعية النافية للحكم الشرعي، عند ماذا؟ عند الشك فيه واليأس من تحصيله، أو عبر عنها على نحو العام وخلو الذمة من الشواغل الشرعية. فإذا أنا كنت تكليفي إزاء التدخين ماذا؟ هو أصالة البراءة، لأن أنا ما أثرت لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع ولا في العقل، حينئذ يكون هكذا تكليفي، وهو أنه الفقيه أو المكلف يحدد موقفه العمل تجاه الحكم الشرعي شنو؟ المجهول وليس المعلوم، لأن المعلوم يحدده بماذا؟ حدده بالأدلة الاجتهادية. فحينئذ يكون الموقف العملي للمكلف شنو؟ مبرئا للذمة. نعم، نتحول الآن إلى التطور الأصول العملية، تطور الأصول العملية، وأدنى المطلب الثاني. إذن لعل فكرة الأصول العملية كما يقولون لم تكن بهذا الوضوح منذ فجر تاريخ علم الأصول وتدوينه، لا بل أنها في مبدأ الأمر أدرجت في دليل العقل. يعني هذا المصطلح الأصول العملية أولا أدخله بمن الأدلة القطعية، بعدين تعرج عليه من مرحلة ثانية أدخلوه في من؟ في مفاهيم الظن، ثم بعد ذلك تبلور ورح نعرج عليه في مباحث الشك. هنا دليل العقل كما تعلمون هو يعد أحد مصادر أدلة التشريع، سواء كان عند الإمامية، وكذلك الغزالي اتفق مع الإمامية في تحديد عناصر المصادر التشريع عبر عنها الكتاب سنة إجماع أو دليل العقل. في دليل العقل أدرجت ماذا؟ أصالة البراءة، وادعى جمع من الأصوليين أمثال السيد الشريف المرتضى وابن زهراء أن أدلة التشريع ما هي؟ بكتاب سنة إجماع والعقل. شو اعتبرها في وقتهم في زمانهم؟ اعتبروا هذه الأدلة كلها قطعية. لذلك احنا لما توصلنا إلى أن البراءة دليلها العقل، جعلت أو عدت البراءة ماذا؟ دليلا قطعيا، والعمل بماذا؟ بالبراءة، عمل بالدليل العقل القطعي. الشيخ محمد حسين حائري من متأخر إمامية ذكر، قال إن أصل البراءة مين؟ هذا يعتبر أصل البراءة من الأدلة القطعية المفادة من العقل والنقل، كما ذكرنا سابقا قبل قليل، باعتبار العقل هو دليل قطعي واستدلين عليه براءة دليل العقل، إذن جعلت البراءة من الأدلة القطعية. كثير من الأصوليين سواء كان جمهور السنة أدخلوا جعلوا أصل البراءة من ضمن أقسام الاستصحاب، سواء كان ابن فورك وكذلك الغزال أيضا جعلوها وذكروا، هذا ابن فورك الأصفهاني قال وأما استصحاب حال العقل وهو نفي ما نفاه الشرع، وكذلك نفي ما نفاه العقل عفوا ولم يثبته الشرع. مثل إيش؟ ذكروا مثال
إن المسلم إذا قتل مسلما في دار الحرب لا ضمان عليه، وأن الأصل براءة من أقسام استصحاب، يعني ما يقول أصل براءة ذمة عفوا فلا تشغل إلا بدليل. بعد جعل أصل براءة من أقسام استصحاب ينافي كونها طريقة مستقلة استصحاب. ليش؟ لماذا؟ لأن بعض الأصوليين كما يقول هو احنا ما متعارف عليه، وهذا راح نذكره إن شاء الله في مباحث الاستصحاب، حدد أن الاستصحاب تقوم به ركنين، إما يقين سابق وشكل حق، يعني أنا إذا تيقنت الوضوء شكيت بالوضوء فابن عليما على الحالة السابقة، يعني اليقين بالوضوء فحينئذ يكون وضوء السليم. وأما في البراءة أنا ما لاحظ الحالة السابقة، لأن هو أصل البراءة هو جعل في ظرف الشك، فيكون مورد ماذا؟ البراءة الشك في التكليف الفعلي. إذا نصل للنتيجة وهي إثبات أصل البراءة بحد ذاته أصل مستقل. هذا يأتيكم السؤال لعله، أنه لماذا يعني أو جعل أصل البراءة من أقسام استصحاب، يعني كيف هذا نفكك هذا المفهوم أنه بعض الأصول ذهب بأن أصل البراءة جعل من أقسام استصحاب، يقول يا بينا فكرة ناطرقا لآخره. إذن فاضل تون اختبرت لديه تدريجيا فكرة الصحيحة عن الأصل العملي، زير لم يكن قبله ماذا تنقحت في كلمات السابقين، وأما لعدم الموضوعية أو الاختلاف في طريقة شنو التعبير والبيان. هنا يركز على أصول عملية، هو من هو الوحيد البهبهاني محمد باقر بن محمد أكمل فات 206 بأجلى مظهر وأصح عبارة، فإيش قال في الفوائد الحائرية فائدة 24؟ قال إن دليل المجتهدين حكم العقل بماذا؟ بقبح التكليف والمؤاخذة ما لم يكن بيان، يعني أنا وصل لي بيان تكون ذمتي مجهولة ومؤاخذ على شنو ترك ذلك البيان، في حال أنه البيان أنا ما وصل لي لا من نبي لا من معصوم لكذا، فلذلك العقل يقبح شنو التكليف إذا والمؤاخذة بحق إذا لم يصل البيان، بيان وصل لي كان بها يتنجس في حق التكليف، ما لم يصل إلى البيان إذا شنو لا يتنجس في حق شنو التكليف والعقوبة. فإذا هو صرح بالمستند والدليل براءة العقلية، نعم، وهي لها أن تكون مرجع المكلف في حالة الشك. إذن هنا هذا اللي ذكرناه هو موقف الوحيد البهبهاني. هنا تبلور هذا المفهوم بقضيتين، الأولى حصول معنى جديد أصل، وهو أنه ما يحدد الوظيفة العملية لمن يشك في الحكم الشرعي. شكينا في الحكم الشرعي إذن يكون قلنا قبل قليل تحديد الوظيفة العملية، هذا تبلور على مرحلتين، مرحلة أولى تعيين الحكم الشرعي اللي هي عن طريق الأدلة الاجتهادية، ومرحلة تحديد الوظيفة العملية. إذن مرحلتين في عملية الاستنباط وحكم الشرعي. الثانية فرضت نفسها عليما لعدم اعتبارهم لحجة مطلق الظن، يعني أنا دليل اجتهادي عندي ما عنده مشكلة مطلق الظن، لكنه شنو أدنى الظن المعتبر هذا هو دليل زيرو لا قطعي سواء كان من قرآن إلى آخره. هنا إذن لابد أن نحدد موقف العملي في حالة إذا عجزنا عن اكتشاف نوع الحكم الشرعي الذي جاءت به الشريعة. إذن الشيخ الوحيد البهبهاني من ينقل عنه مرتضى الأنصاري أنه سمى الأمانات هنا سماها بالأدلة الاجتهادية، والأصول العملية سماها بينا بالأدلة الفقهية، وهاي الصلاحان اللي هم الأدلة الاجتهادية والأصول العملية يرجعان إما إلى تعريف الفقه والاجتهاد. الفقه كما تعرفونه زير الله هو العلم بالأحكام الشرعية، العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المأخوذة منين؟ من الأدلة التفصيلية عن طريق اجتهاد الاستدلال. مراد من الأحكام هنا شنو؟ أدنى الأحكام الظاهرية مو الأحكام الواقعية، للأحكام الواقعية ما لها طريق إلى العلم بها غالبا. بناء على هذا الشيخ الوحيد البهبهاني شطلق أطلق على الأصول العملية سماها الأدلة الفقهية بناء على التعريف. لماذا؟ لأنها تؤدي للعلم بمن؟ بعلم بالحكم الشرعي الظاهري مو الواقعي. مراده من الحكم في تعريف اجتهاد أدنى ذكر قال تحصيل الظن بالحكم الشرعي، ايش مقصود بها؟ هو خصوص الحكم الواقعي، وإلا لم يكن وجه لأخذ الظن في التعريف. وإحنا ذكرها في كثير محاضرة سابقة، تارة من يعرفون اجتهاد بالبداية قالوا تحصيل الظن، بعدين ذكروا تحصيل العلم زيرو لا وأخرجوا الظن، ثم بعد ذلك قالوا تحصيل شنو الحجة، فأدخلوا شنو الخبر الواحد أو الظن المعتبر بمن بتعريف الاجتهاد. بناء على هذه المرحلة عندنا هنا الشيخ مرتضى الأنصاري في كتابه فراء الأصول بدأ يبحث في موضوع القتل، ثم بعد ذلك عرج على الظن، وأخيرا تناول مبحث الشك. مبحث الشك اللي هو موضوعنا هو موضوع الأصول العملية، يعتبر إما الشك الساذج أو الشك المقترن بماذا؟ بالعلم الإجمالي. وحدد إشقال فإن حصل له الشك فالمرجع فيه هي ماذا؟
هي القواعد الشرعية الثابتة للشاك في مقام العمل وتسمى بالأصول العملية، واللي هي تقسيمات أنا أخذها في المحاضرة السابقة، لكن لا بأس اللي تعاد: البراءة، وكذلك الاستصحاب، والاحتياط، وأخيرا التخيير. إلى هنا انتهينا ببركة الله وبفضله المحاضرة الأولى. المحاضرة القادمة إن شاء الله راح نعرج عليما على تقسيمات الأصول العملية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.